عليكم ومرحبا بكم في ميكرو سلطانة. معكم جوري، في نظركم شنو موضوع اليوم؟ كيقول لك واحد المثل سيدي، اللي بغى الجمال يطلع للشمال، واللي بغى يدوز الصيفية مضخمة حتى هي يطلع للشمال. السياحة الداخلية المناطق الشمالية في وقت الصيف كتعرف واحد الارتفاع كبير. في نظركم شنو هو السبب اللي كيخلي الناس يجيو للشمال؟ اجي معايا نشوف. طنجة مدينة زوينة مبردة، فيها ما يتشاف، فيها مناظر زوينة، رميلات، أشقار، كاين عاوتاني مارتيل، كابو نيغرو، يعني كاين ما يتشاف بزاف، كاين اوطيلات زوينين كبار، وناس اوروبا عاوتاني كيجيو لهنا بزاف، واي واحد في المغرب ضروري ما يدوز الشمال يشوفه. كاين زعما بلايص اخرين غير الشمال؟ لا، هما كيدوزوا المغرب كامل، ولكن الشمال ضروري كيديروا زياره باش يشوفوا عاد كيدوزوا. من ناحيه ديال الشاطئ ديالو انه زوين، من ناحيه بالنسبه للمرافق اللي كيحتاجها المصطافين كتكون بشكل كبير مزيانه من ناحيه ديال 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 المصطافين. كنظن بان الشمال كيقبل واحد النوع ديال الاختلاف، فهمتي؟ يعني مثلا الناس ديال، كاين الناس ديال اوروبا، كاين الناس ديال الداخل، يعني كلشي كيتجمع هنا، هذا هو السبب اللي كنظن. موقع استراتيجي مهم، بالاضافه الى المناظر الخلابه اللي فيها، بالاضافه الى الجو الخلاب، هذا هو السبب الرئيسي. فيها عده مناطق يعني جميله بزاف. كاين في طنجه بحال دابا عندك مثلا هالجهه ديال لاكوت كامله، عندك اتجاه ديال مناط باك، ديال الاشقار، ديال الغابه الدبلوماسيه، بالاضافه الى هاد مارينا الجديده اللي عملوا ما شاء الله، يعني موقع هائل. كي جاتك؟ رائعه جدا، رائعه بزاف، يعني ما شاء الله. اش نقول؟ الله يحفظ سيدنا والله ينصره. كلشي موجود، اللي بغى البحر، اللي بغى الفنادق، اللي بغى الريستورون، اللي بغى. جو بونس بانه طنجه كاين مرافق ديال الاستجمام، يمكن بالتالي القرب ديالها لاوروبا. شنو المقطع اللي كيعجبك في طنجه؟ وانا في مدينه الرباط، دونك جيت هنايا اون ديبلاسمون خدمه طافاي، مي الكورنيش الفنادق على الكورنيش هذوما هما الاماكن اللي تنجي نديرهم. اون ديكوفر طنجه، دونك دابا عاد شنو البلايص اللي عجبك في طنجه؟ حنا عاد جينا تنتساراو في لاكورنيش، و جيمغي بيان جوستومون ديكوفغيغ دو نوفو زوندوا. طنجة هي مدينة سياحية معروفة في الشمال ديال المغرب، هي مدينة زوينة بزاف، كبيرة، فيها الملاهي بزاف، بلاية فيها زوينة زي كما تشوفوا. واش اللي كاين؟ خدمة. شنو كيعجبك في طنجة؟ كنجي غير نخدم تنقرا. أنا طنجة بالنسبة لي كنجي نخدم بزاف الاوان، اي كنجي نجمع الفلوس ونهبط بحال. طنجه فيها الفلوس؟ فيها الفلوس، يعني كتنصح الناس يجيو لطنجه. فيها الخدمه وفيها بزاف د الحوايج مجيه. والبلايص اللي كيعجبوك في طنجه؟ هي هاد البلاصه هاد، كنعرف المنظر كي داير زوين، و كاين فيها الجو زوين، وهاد المنظر هذا بلاد مسيرتاح فيه. كترتاح هنايا؟ كنرتاح هنايا بزاف. كانت هذه آراء الناس حول السياحة الداخلية لمناطق الشمال فترة الصيف. أما أنا كنضرب لكم موعد الحلقة الجاية مع سؤال جديد. كانت معكم جوري، السلام عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.